طيب الفيديو دوت هنكمل بقى على اللي احنا قلناه. هناخد المسائل، عندي الشيت بتاعي 3 مسائل بس، شيت بسيط جدا. اول حاجة المسألة الاولانية بتقول لي عندك انجن، الانجن ده بيديفلوب تورك ب 108 نيوتن متر. 108 نيوتن متر يعني الادي او الجيفن عندي التورك بتاع الانجن 108. الكلتش ديسك هاز امين راديوس اوف 90 ملي متر، يبقى الراديوس 90 ملي متر. الفريكشن كوفيشنت بتاعت الماتيريال 4 من 10، يبقى 4 من 10. عدد السبرنجات 6، ادي 6. عايز ايه يا عم؟ عايز الكلامبنج فورس ذات ماست ايتش سبرينج بروفايد تو ترانسميت ذا تورك، عايز الفورس اللي موجوده في كل سبرينج من السبرنجات دي. طيب ايه اسيوم ايه؟ اسيوم سنجل رابنج بير فريكشن. سنجل رابنج بير فريكشن يعني ايه؟ سنجل رابنج بير فريكشن يعني الفريكشن موجود من ناحيه واحده، فين؟ في الكلتش ديسك. طيب تعالى كده نرسم الرسمه بتاعتنا دي. ادي كده الانجن بتاعي اهو، وادي الفلاي ويل اهي، وادي الايه الديسك اهو، وده السايد فيو بتاعه. بص كده السبرنجات بتاعتي، ادي عندي سبرنج هنا وسبرنج هنا وسبرنج هنا، مثلا دول 6 سبرنجات. 6 سبرنجات دول بيأثروا بفورس في الاتجاه ده، مجموع الفورس بتاعت كل واحده هنسميها اف اس. اف اس يبقى كده التوتال فورسز اللي عندي بتساوي ايه؟ ان في اف اس. كلام جميل، دي التوتال فورسز اللي بتأثر على مين؟ على الراجل ده. طيب الفورسز دي مش ليها رياكشن؟ قال لك اه ليها رياكشن، في نفس في عكس الاتجاه ونفس قيمه المقدار. طيب الفريكشن بقى اللي بينتج من تلامس السطح ده مع السطح ده بيساوي ايه؟ قال لك ده بيساوي نيو اللي هو الفريكشن كوفيشنت في الفورس او في الرياكشن اللي عندك اللي هو ان. جميل، طيب النيو ديت اللي هي الفريكشن كوفيشنت عارفينها، طب والان هي عباره عن ان في ايه؟ في اف اس. كلام كويس. طب التورك بقى اللي بيتنقل بيساوي ايه؟ قال لك نفترض ان الفورس بتاعت الفريكشن دي بتاثر على بعد اسمه المين راديوس. كويس، التورك بقى بيساوي ايه؟ قال لك بيساوي المسافه اللي هي المين راديوس، هنديها رمز ار ام، مالتيبلايد باي ايه؟ الفورس اللي هي نيو في ان، اللي هي نيو في ان في اف اس. طيب المساله دي عشان هي سنجل رابنج بير فهي صح كده. طب لو هو دبل بير بقى، لو هي دبل رابنج بير، ساعتها كنت البريشر بليت عندك هتبقى من الناحيه دي كمان، وهيبقى في عندك فريكشن من الناحيه دي، فبالتالي هتضرب الايكويشن دي في كام؟ في 2. ده سنجل يبقى هتضرب في 1. طيب يبقى كده هنقول ان التورك بيساوي نيو في اف اس في ان في ار مين. عندك التورك معروفه، النيو معروفه، الاف اس معروفه، لا من الاف اس مش معروفه، الان ب6، الار مين هنحولها بالمتر. هيطلع لك السبرينج فورس اللي فيه بكام؟ 500 نيوتن. ده كده الايه؟ المسألة الأولانية. أعتقد بسيطة يعني. المسألة التانية بيقول لي هنا بقى خلي بالك، دبل رابنج كلتش هاز مين راديوس 90 مللي، الثراست أماونت توتال، توتال سبرينج ثراست أماونت، يعني إيه توتال؟ يعني كل السبرينجات مع بعض 1500 نيوتن، الفريكشن كوفيشنت 4 من 10، الماكسيمم تورك، عايز إيه يا عم؟ عايز الماكسيمم تورك ويتش كان بي ترانسميتد. كله نفس الايكويشن بس المره دي هضيف الاثنين، الاثنين دي جت ليه؟ عشان ده دبل رابنج، الفريكشن بيأثر من الناحيتين بتوع الايه؟ الديسك. فاضرب 2 في نيو في السبرينج، الفورس اللي في السبرينج في نمبر اوف سبرينجز في الراديوس، المين راديوس بتاعي. ادي كده 2 في 4 من 10 في 1500، ال 1500 دي هي مين؟ هي ال N في الاف اس مع بعض، دي التوتال سبرينج ثراست. والار مين ب90 في 10 اس سالب 3 يعني 108 ايه نيوتن. المساله الثالثه بيقول لي عندي انجن بيديفلوب 69 كيلو وات ات 3000 ار بي ام. عايز ايه يا عم؟ بيقول لي ان لو عرفت ان الكلتش ديسك دوت هاز امين ريديوس اوف 90 ملي متر، والكوفيشنت فريكشن كوفيشنت ب 4 من 10، وعندك 6 سبرنجات، ايه الكلامبنج فورس اللي كل سبرينج لازم تشيلها؟ هو هي المساله الاولانيه بس المره دي، بس ان هو مش جايب لي التورك بطريقه مباشره. انا عارف قانون التورك بيساوي ايه؟ تورك في اوميجا. التورك مش معروف عندي، والاوميجا بتساوي 2 باي ان على 60، عارف الان ب 3000 والبريك باور ب 69 في 10 اس 3، يبقى كده عرفت التورك بتاعي. اروح حاطط القانون بتاع التورك، هنفترض ان ديت دبل رابنج، هحط هنا 2 وهتطلع لي في الاخر الفورس بتاعت السبرينج ب 508 نيوتن. دي كده المسائل بتاعت الايه؟
الشيت بتاعي. أتمنى نكون استفدنا من الفيديو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.